لا تستهن بشباب سلاحهم الفرش والألوان. إنهم فريق أثر الفراشة، متطوعون عراقيون شباب بدأوا منذ 4 سنوات بالرسم على الجدران المتهالكة لتحلية واقع مر. أكو ناس يعني عجبتها هاي الفكرة وتواصلوا ويانا أنه نسوي أكثر من جدار، فرسمنا بعد موقع ثاني وثالث إلى أن قلنا خلينا نسوي فريق أو منظمة، لأنه حرامات يصادر عملنا، وهاي الناس اللي عجبت بهذا الموضوع والفكرة كلش حبتها، وخاصة كانت رسومات حلوة ويعني رسومات هادفة بنفس الوقت. أثر الفراشة في الأصل فكرة تقول إن أثر رفرفة أجنحة فراشة في البرازيل يؤدي لحدوث أعصار في تكساس، وكان هؤلاء الشباب يأملون أن تساهم ألوانهم على المدى الطويل بتغيير كبير في مشهد المدينة، عندما بدأوا مشروعهم حين فرغت الأزقة أثناء الوباء. فكرة الأزقة بدأت تحديدا بداية هذا العام 2021. الفكرة بدأت بعد الحظر التجوال، شفنا إقبال الناس أو المدارس والروضات ماكو دوام، فإحنا اتجهنا إلى الأزقة، رسمنا أول بيت تراثي طبعا قديم، وما كنا متوقعين أنه فرع ضيق في داخل الأزقة قديمة أنه ينتشر بسرعة على مواقع التواصل. يعني هذا دليل أنه الناس حبت الفكرة، واللي شجعنا أكثر وخلانا نستمر أكثر من زقاق نرسمهم بدون توقف. جدران البيوت البغدادية القديمة صمدت أمام أحداث جسام مرت بها العاصمة العراقية. الجداريات تبدو نابضة بشخصيات أليفة، تراقب حال الناس، تذكرهم بالماضي، وتحثهم على التعاون من أجل المستقبل. هدفنا أنه نوصل رسالة للعالم أنه العراق بلد ثقافي، يحب الثقافة، يحب الفن. هذا هدفنا، وبنفس الوقت احنا نحث الشباب، نحث على العمل التطوعي، مو شرط تكون صباغ او رسام، انت دائما لازم تتبرع او لازم تكرس قد شيء بسيط من حياتك بعمل تطوعي. الفريق التطوعي يؤمن بان التأثير البسيط سيحقق نتائج ايجابية على المدى البعيد، لكن الاهالي بمنطقتي الاعظمية والكاظمية شعروا على الفور بأثر الرسومات في نفسياتهم. على النفسية ترتاح، يطلع يباوع على الزحفة ولا نفسيته ترتاح. رسومات طفولية وألوان زاهية حولت الأزقة القديمة إلى معرض فني تاركة أثرا لا يزول.